بنسمع كلام كتير عن ان فلان ماشي وان علان هيمشي وان ده هيكمل وده مش مكمل واسلام مكمل واسلام مش مكمل وعلي مكمل وعلي مش مكمل، ولكن في النهايه كلها اخبار واجتهادات من الصحفيين ومن المواقع ومن كل الناس اللي بتتكلم، ولكن الرسمي مش هيبان لحضراتكم غير الايام القادمه، غير بعد نهاية الدوري العام المصري، بعد نهاية الدوري العام، وده أسلوب النادي الأهلي اللي كل الناس بتعمل زيه دلوقتي، خلي بال حضرتك. كل الناس بتعمل زي النادي الأهلي دلوقتي، ما حدش بيتكلم على صفقات، ما حدش بيتكلم على أي حاجة، ما حدش بيعلن عن أي حاجة غير لما بيتم الموضوع بشكل رسمي، وبالتالي إحنا هننتظر لنهاية الدوري أو لنهاية هذا الموسم علشان النادي الأهلي يبتدي يعلن لحضراتكم هل هناك صفقات جديدة؟ هل هناك لاعبين هيمشوا؟ زي ما حضراتكم عارفين وزي ما حضراتكم دايما بتشوفوا اجتهادات كثيره جدا من امبارح للنهارده عن اجايي مثلا، عن مروان محسن، عن والتر بواليا، ولكن حتى هذه اللحظه كل هذه الامور ما هي الا اجتهادات بيجتهدها كل صحفي او كل ناقد او كل اعلامي بيتكلم بيحاول يعرف الاخبار وبيجي او بيتكلموا مع حضراتكم فيها، ولكن رسميا حتى هذه اللحظه لم يحدث شيء في فريق النادي الاهلي. اذا كان هناك شيء رسمي هتلاقونا بنتكلم مع حضراتكم وبنقول لكم في 1 2 3 هيحدث خلال الفتره القادمه، ولكن حتى هذه اللحظه لان احنا عمرنا ما تعودنا داخل النادي الاهلي ان يحصل كده. النادي الاهلي دائما بينتظر نهاية الموسم عشان يبتدي يحاسب الجميع، مش كرة القدم بس بالمناسبة، ولكن جميع الفرق الرياضية، جميع الفرق الرياضية بينتظر. كابتن رؤوف عبد القادر مثلا في الألعاب الهاندبول والسلة وكده بينتظر تقرير الكابتن رؤوف عبد القادر عشان مجلس الإدارة يبص على هذا التقرير ويتخذ القرارات اللي بيجدها مناسبة وتتناسب مع النادي الأهلي. هو ده أسلوب النادي الأهلي، هو ده أسلوب المؤسسة النادي الأهلي.